أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. نوروا قلوبكم وطيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. صل على ارحمنا بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهم مرحلتين في حياة الإنسان هما المرحلة الجنينية ومرحلة الشباب. المرحلة الجنينية يحدد فيها الخلق وطبيعة الإنسان حتى مستوى ذكاء بعد يحدد. مرحلة الشباب سلوك الإنسان، عمل الإنسان يتحدد في هذه المرحلة. إذا جينا إلى المرحلة الأولى على اعتبارها مرحلة مهمة وهي المرحلة الجنينية، نشوف القرآن الكريم تطرق إلى أطوار الإنسان في هذه المرحلة إلى أن يخرج إلى عالم الدنيا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه أطوار المرحلة الجنينية. الطور الأول النطفة، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. علم الأجنة يقول أن الطور الأول للجنين هو عبارة عن قطرة مائية انسيابية، بحيث في نهاية الأسبوع الأول من التلقيح بين البويضة والحويمن هذه النطفة، الكيسة الأريمية يقولون عنها الأطباء، الكيسة الأريمية نهاية الأسبوع الأول من التلقيح تتعلق ببطانة الرحم وتنغرز فيها بحيث ما تتحرك ما تهتز. يقول جعلناه نطفة في قرار مكين، هذا القرار المكين، هذا الطور الأول. الطور الثاني العلقة. العلقة اللغويون يعرفون العلقة بأنها الدم الجامد، الدم الجامد يسمونه علقة. ولذلك علم الأجنة يشير إلى أن الجنين في الأسبوع الثالث يبدأ لديه تشكل الأوعية الدموية المغلفة المغلقة التي تحتوي على الدم، بحيث لو نظرت إليه كالعلقة كالدم الجامد شكله. الطور الثالث مضغة. اللغويون شنو يعرفون المضغة؟ يقولون قطعة اللحم إذا أنت خليتها في فمك وظليت تعلج بها، إذا خرجت من الفم شلون شكلها؟ فيها نتوءات، أشياء بارزة، أشياء داخلة بطريقة، يعني هذه المضغة يسموها. الجنين في الشهر الرابع يبدأ القلب ينبض عنده،
في داخل الجنين، في داخل الجنين يحتوي على الرأس وعلى الصدر وعلى البطن وعلى براعم من الأجهزة التي بدأ المولى في تخلق بعض الأجهزة في هذه المرحلة. ولذلك الله عز وجل يقول من مضغة مخلقة وغير مخلقة، يعني وش معناته؟ يعني بدأت أعضاء تخلق وأعضاء أخرى بعدها ما خلقت فيها المرحلة. هذه مرحلة المضغة. المرحلة اللي بعدها متابع الآية وياي، العظام. فخلقنا المضغة عظاما. في الأسبوع السابع يقول علم الأجنة يبدأ في هذا الجنين، هذا الجنين تتكون لديه، يتكون لديه الهيكل العظمي الغضروفي في الشهر السابع. شوف الله عز وجل شلون هالتحول. واحد عنده بصيرة وعنده عقل، بس أطوار الجنين أكل علم يثبتها بعد بالصور. لو بس أطوار الجنين يعرف الله حقيقة معرفته، عظمة الخالق تبارك وتعالى. كم عدد البشر اليوم؟ 8 مليار، وانت طالع كأنه ما أدري كم وصل العدد. هذا العدد الهائل كل واحد إليه حمض نووي، كل واحد إليه بصمة، بصمة يد وبصمة عين، كل واحد إليه بصمة صوت. شوف الله عز وجل، والبشر تمشي تمشي ماكو بصمتين تتكرر يا مولاي، من آدم أبو البشر إلى قيام يوم الدين. عظمة الله، أعظم خلق خلقه هو الإنسان الله عز وجل. الطور اللي بعده فكسونا العظام لحما، هذا الطور يسمونه طور الخلق. يتكامل الجنين، الجنين في هذه المرحلة في هذا الطور. مو الطفل، التفت وياي، بعدنا في طور الجنين ترى احنا. يتكامل الجنين، خلق الجنين يتكامل من نهاية الأسبوع السابع حتى نهاية الأسبوع الثامن، يتكامل خلق الجنين. بعدين ندخل إلى مرحلة أخرى، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن خالقين. شنو هالخلق؟ يسمونها طور التسوية. فإذا سويته، هاي طور التسوية، الذي خلقك فسواك فعدلك. هذا الطور التسوية من نهاية الأسبوع الثامن حتى الأسبوع الثاني عشر يتشكل الجنين، يتحول الجنين إلى حمل، فتتوضح ملامحه البشرية، الوجه يعرف، اليدين، الرجلين، صار خلقا بهذه الصورة المتقنة. فتبارك الله تبارك وتعالى. هذه المرحلة الأولى، وقطعا هذه المرحلة مهمة للغاية. الدين ما أغفل هذه المرحلة، الاهتمام بالجنين، الأم تلتزم بعباداتها في وقتها، تكثر من قراءة القرآن، التعبد، السجود والركوع له أثر على هذا الجنين. حتى من الناحية الاجتماعية، الأجواء الروحية بالبيت، المعاملة الطيبة في هذا البيت، هذا كلها تؤثر على الجنين في هذه المرحلة. هذا مو بحثنا يعني، بس هذه إشارة سريعة. المرحلة الثانية، المرحلة الشبابية، مرحلة الشباب. الله عز وجل تبارك وتعالى يشير في الآية المباركة ثم لتبلغوا أشدكم، المرحلة الأخيرة، ثم لتكونوا شيوخا. لتبلغوا أشدكم يعني مرحلة الشباب، لأن الطفولة خلصناها، والشيوخ في النهاية الأشد هو مرحلة الشباب. أهل البيت يعرفون هذه المرحلة بشنو؟ قالوا أن يبلغ الحلم، يبلغ الحلم، يبلغ أشد يعني قوته يبلغها. تعريف المرحلة الشبابية شنو؟ عندنا عدة تعاريف، يعرفونها من الناحية البيولوجية ومن الناحية السايكولوجية. من الناحية البيولوجية قالوا هي المرحلة من 13 سنة إلى 35 سنة أو 40 سنة، هذه مرحلة الشباب من الناحية البيولوجية.
التعريف السيكولوجي شنو يعرف مرحلة الشباب؟ يقول لا، احنا ما نعترف بزمان، ما دام الإنسان قادر على العمل والعطاء والإبداع فهو لا زال شابا. إذا دشر البتري خلاص صار شيبة مسكين، ما يقدر يعطي، ما يقدر يبدع، يا الله يتحرك المسكين بعد، صار شيخ هرم. ولذلك يمكن هذا التعريف السيكولوجي يمكن يعجب كثيرين، مو من تطلع شيبتين ثلاث وبعض بعض النسوان لشيبتي ولد عم انت، قل لها اليوم، قل لها اليوم ترى عندي تعريف سيكولوجي، حتى لو صارت لحيتي قطنة بيضاء أنا لازلت أقدر أعمل، أنا شاب، فتحذري تتحرشين بي ترى تروحين يمين ويسار. ها؟ لا أنا ما قلتها، أنتوا اللي قلتونا، ما لي خصنا تغربلوني. فهذا تعريف المرحلة الشبابية. ميزات هذه المرحلة شنو؟ أول ميزة ذكرناها العطاء والإبداع. في عنفوان الشباب حماس، قوة، مندفع نحو الحياة. ولذلك صدقني يا مولاي إحنا هذه السنة يعني أبانت عن معدن الكوادر اللي موجودة عندنا بالمآتم، وهي كلمة حق تقال على هذا المنبر الشريف، والله مو مجاملة، مو مجاملة، يعني تشوفهم كخلية النحل قليل يرجعون إلى بيوتهم ترى يا مولاي، وقتهم بالمأتم بث مباشر، لما فتحوا المجال بالخارج شوفهم روح بالليل يا مولاي، ما يقعدون على الكرسي، الشباب ما شفناهم يقعدون على كرسي. آخر أول من يدخل إلى المأتم وآخر من يخرج من المأتم. فالمجتمع اللي عنده شباب هذا مجتمع بخير. شوفوا الغرب وبعض المجتمعات عندهم مسنة يسمونها، ما عندهم شباب، تزوجوا جيبوا أولاد، يمكن حتى يطرشون بعد دعايات بعد، اللي يبغي يتزوج من عندنا تعال، عمو تروحوا، اللي يبغي يجيب تزوج. هاي مجتمع ما يليق، يموت في يوم من الأيام ستكون له نهاية، ما عنده عطاء، ما عنده إبداع. فهذا العنصر الأول. الميزة الثانية، الميزة الثانية سرعة اتخاذ القرار، وهذه التفت وياي، ساعات تكون ميزة وساعات تكون ترى بعد سلبية. يعني بعض الأحيان أنت تحتاج إلى قرار سريع. عادة الإنسان كبير بالسن ما يتسرع بقرار، يتهيد، عنده تجربة يرجع إلى هذه التجربة. لكن الشباب سريع، ياخذ قراره سريع، ولكن اتخاذ القرار السريع التفت، ساعات يسمونه بين قوسين تهور، تهور، يوقع روحه في مشاكل. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لرأي الشيوخ أحب إلي من جلد الغلام، خصوصا في الحرب الأول رأي الشيوخ مهم جدا. اليوم بعد عندنا بعض المؤسسات مثل المؤسسات الاجتماعية على سبيل المثال، صناديق خيرية ومثلها مآتم وغيرها، مثلا هذه مؤسسات اجتماعية، لا يمكن أن نستغني عن رأي الشيوخ يا مولاي، لا يمكن. الشيوخ رأيهم مهم، كبار السن رأيهم مهم للغاية، وكذلك الشباب لا تقدر تستغني عن هؤلاء ولا تقدر تستغني عن هؤلاء. رأي وخبرة عندك وعندك عمل وإبداع، وشوف المبدعين هالشباب هذول الله يحفظهم إن شاء الله شلون يبدعون يا مولانا. أكل بعض يقول هذا وش صاير عندهم، هذا ينزل مقطع وهذا يتنافس وياه بالمقطع، هي تنافس يعني، خلهم يتنافسون، انت وش حارق حمصتك يا حبيب انت، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، خلهم يتنافسون، خلهم يخدمون، كل يخدم الحسين بطريقة يا مولاي. لا تقول لي هذا رياء وما أدري شلون، إذا صار رياء يا مولاي حتى صلاتك بالمسجد إذا طولتها شوية بتتغربل بعد، تقول بعد هذا رياء. قطعا يحتاج إلى نظام، قطعا قطعا. ولذلك أقولك هذا رأي الشيوخ، رأي كبار السن مهم جدا، تنظيم ورأي ونظام، وإلا كل شيء يخترب بعد، من غير نظام ما تقدر تمشي. الميزة الثالثة،
الميزة الثالثة شنو؟ القابلية للتغيير، وهذه خطيرة جدا عاد، خطيرة خطيرة، لأن الغرب اليوم يشتغل عليها. كثير من شبابنا صدقوني يتناقشون ويانا، وإيش هالكلام اللي قاعدين تقولونه، وإيش هالخرافات اللي قاعدين تقولونها، هذا كلام ما صار، وهذا كلام مدري شلون تدخلون إلى من أبواب، من هالأبواب، ها من هالأبواب. الحسين بعظمته أبي الضيم يحمل طفل يروح يترجاهم يبغي ماي من عندهم، وإيش هالكلام هذا؟ سامعينهم صح لو لا؟ ترى هذا خطير للغاية، هذا خطير للغاية. ومن هنا تأتي أهمية المسجد والمنبر، هذا أهميته، أن يلتصق الشباب. وعندنا شباب واعي الحمد لله، عندنا شباب واعي. وبعض الأحبة يقول إذا راحوا الشياب وإيش بيضل عندنا إحنا من بكاء، وأن أقول لا يا مولاي، إحنا على خير، شبابنا واعي، شبابنا حسيني، شبابنا متعلق بالإمام الحسين سلام الله عليه، في القابلية للتغيير. التفت وياي إلى هالنقطة المهمة، الأنبياء إجوا للتغيير صح لو لا؟ غالبية أتباعهم من الشباب، غالبية أتباعهم من الشباب. نبي الله نوح يكلمون يقولون هؤلاء أراذلنا بادي الرأي، هذا اللي اتبعك، ما نراك اتبعك إلا هاي الآية المباركة، أراذلنا بادي الرأي، ما عندهم رأي، أصحاب الخبرة هناك. النبي صلى الله عليه وآله يقول لقد أرسلني الله بشيرا ونذيرا فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. شيوخ قريش عام، وإلا وياه بعده شيبة الحمد وياه وغيره وغيره. الشباب عنده قابلية للتغيير. لا تقول إلي ما تقدر تسوي شيء، أنت يا مولاي كل شيء تقدر تسويه، بالعمل، بالنظام، بالتضحية، بالإبداع، تقدر تقدم إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، تقدر ترفع اسم الإمام، هو مرفوع اسم الإمام الحسين. وروح شوف كربلاء، علي الأكبر عندك، وأكو بعض الشباب إلى اليوم يقول لك خلني عاد استانس بحياتي، وقت التوبة بيجي إن شاء الله، إذا شيبت وطاحت ركبك ما تقدر حتى تصلي ركعة، ها؟ وقت العمل الحين، وقت الطاعة الحين، صحيح القلوب لها إدبار وإقبال. يقول الإمام الكاظم عليه السلام في حديث موجود عنه، إن للقلوب إدبار، إدبار وإقبال، فإن أقبلت فاحملوها على الفرائض والنوافل، وإن أدبرت فاقصروها على الفرائض. القلوب صحيح يعني، هاي قلب الإنسان ساعات يشوف ضايق خلقك أنت، بس ما يقول وقت التوبة بيجي، أنت تضمن حياتك يعني. الله يعطيكم طولة العمر، تتهنون بحياتكم إن شاء الله وبولاية أهل البيت، لكن يا مولاي أنا ما أضمن لك حياتي ولا دقيقة واحدة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا الإنسان ما تقول لي وقت التوبة بيجي. علي الأكبر هذا الشاب العظيم يقول الإمام الحسين دعنه، يخاطب النساء، ها، فإنه ممسوس بذات الله. شو العظمة، يقول هذا ممسوس عند اتصال مباشر بالله تبارك وتعالى، شو هالمقام العظيم. وأقول لك بعد مقام آخر، أنا ما أبغي أحكي عن عصمة ولا غير عصمة، هذا حديث يمكن طويل عريض وأشبعه بعد، عندنا 14 معصوم وعندنا أنبياء معصومون، وحديث العصمة يطول، خلنا عنا هذا، بس أنا بقرأ لك زيارة المعصوم إلى علي الأكبر ليتضح لك مقام إحنا نسميه مقام الولادة النورانية، وهذا المقام بس تجد عند المعصومين. من وين لك هذا الكلام بتقول إلي؟ أقول لك تهيد واسمع زيارة المعصوم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. لحد الحين السلسلة أجداده، شوف الآن، السلام عليك يا ابن الحسن المجتبى. هذا عمه،
انت لو واحد يقول لك انسب روحك بتقول انا فلان ابن ابويا ابن جدي، هاي السلسله. الامام الحسن ليش جاب المعصوم؟ وكلام المعصوم لي مرمرو للكرام، بعدين يقول السلام عليك يا ابن الحسين. يعني هذا الشاب العظيم حظي بالولادة النورانية. هذه السلسلة شملت من؟ شملت علي الأكبر. الله، ولذلك شوف علي الأكبر ويش سوى بالحسين في كربلاء. قتل الحسين. سكينة تقول لما إجا علي الأكبر يستأذن أبي الحسين، وسوى إمامك أرخى عينيه إلى الأرض بالدموع، يعني ما يقدر يطالع بعيون ولده. بني أتمشي للموت بقدمك؟ قال أبا من يراك على هذا الحال، ألا يتمنى الموت؟ ألا يتمنى الموت؟ روحي لروحك الفداء، نفسي لنفسك الوقاء، جزاك الله عني خير الجزاء ولدي. أمس واسئنا الأمهات اللي يمشون ورا جنائز أولادهم، اليوم علي الأكبر يقول أنا أواسي هالأب اللي دفنوا ولدهم بإيدهم. شوف يمكن النساء ما يجيبونهم على القبر، صح لو لا؟ بس الأبو لازم يجيبونه، يأخذون من عند الرخصة إذا موجود. أنا والله ما يكسر خاطري إلا أبو إذا يجون يسألونه ترخصنا ندفن ولدك، ويقول لهم إيه أعطيكم الرخصة، ويوقف يشوف ولده يهيلون عليه التراب. يا علي يا علي، الإمام الحسين أخذ ولده من إيده جاب الخيمة، شوف ألبسه لامته، قلده بسيفه، أركبه على جواده، يعني سلم إلى الموت، وأسلمه إلى الأعداء، أسلمه إلى الأعداء. ونزلت علي الأكبر بالمعركة شلون؟ تعال شوف التاريخ اسمعها. نزل مضيق اللثام مثل منه، مثل جد أمير المؤمنين إذا نزل المعركة، غبر بفرسه على القوم. يقول المؤرخ في الشجاعة أن يرتجز على فرسه، عينه معلق على من؟ على راية ابن سعد الكبرى. هاي راية موجودة حاملينها واحد وسط المعركة، وسط الجيش، يعني في قلب الجيش. تعرف انت جيش؟ يقول المؤرخ أطلق العنان إلى جواده، ففر الأبطال من بين يديه، فما أوقف جواده إلا بعد أن طر حامل الراية وأخذ راية ابن سعد ونكسها على التراب. الله الله، أنا الجماعة اليوم جايبين إلي ميكروفون، يعني انزل ومتعود الخطيب إذا ينزل يحتوشون المستمع يمين وشمال، بس أنا اليوم ما بكسر خاطر هالشباب، لأن اليوم سلوتهم بعلي الأكبر، وجاييني هلكم شباب إلا أمامي، الله يحفظهم إن شاء الله وينور وجوههم بنور الإيمان. وكل شبابنا جايبين الميكروفون، هم ما قالوا إلي انزل، يمكن يستحون، بس هم يبغوني أنزل. خلوني يا مولاي أنا بعد وياهم. نزل الأكبر أخذ الراية، أخذ علي الأكبر الراية ورمى بها على التراب. صاح الصائح في الجيش
فروا فلقد برز الأنزع البطين، قتال العرب طلع من قبره، قلب الميمنة ميسرة، الميسرة ميمنة، القلب على الجناحين، من هاشم منتب موش ملفوف، أبوه حسين بالميدان معروف، وجد حيدر الكرار موصوف، وعم الحسن والعباس لزهر اهتز بغيرة الله وفرع الراس، تبارك بالدرع والسيف والطاس، ورمح الشعشعان المرهب الناس، وبالخيل الطلايع ضي قلب تموج الخيل من يجبل لجان الخيل ابو الحسن بيه يذيب هذا الورى وهذا لديه بمساميها ورمحها يلحق الف. آجركم الله. خرج ابن سعد، ما هذه الانكسارة؟ قالوا يا أمير، خرج قتال العرب الأنزع البطين من قبره لنصرة ولده. مر الأكبر بابن سعد قال ويحكم، هذا غلام ما بلغ العشرين من عمره يسوي هالفعل كله، اندبوا لي بكر بن غانم فارس. اجى على جواد يرتجز، قال آتني برأس هذا الشاب، هذا الغلام. برز إلى علي الأكبر الحسين على باب الخيمة، إيد بإيد زينب وإيد بإيد ليلى، يطالعون بوجه الحسين مبتشور. إيه يا ولدي ذكرتني بجدك أمير المؤمنين، إيه يا ولدي. شوية تغير وجه الحسين، دمعت عينه، أم حنون وشايفة أبوه إمام معصوم خايف يدمع، عيونه تدمع. سيدي ومولاي هل قتل ولدي في جارحة؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف منه علينا، لعين مرتوي متمرس بالحروب، ولدي عطشان جائع، وما دخل حرب قبل هذه الحرب. أخذت الأم الحنون ترتعش بين يدي الحسين، شسوي أبو علي؟ قال دخل الخيمة وادعي للولد بالرجوع، فقد سمعت عن رسول الله أن دعاء الأمهات في الأولاد مستجاب. شباب إلا مزعل أمه يروح لها اليوم يطيح على راسها، إلا مسمعنها كلمة مؤذية ياخذ بخاطرها يقول لها الدنيا ما تسوى بلياك أمه، ولا أمه في قبرها يروح على قبرها. دخلت إلى خيمتها، سترت الخيمة وجلست بخيمتها، رفعت يداها إلى السماء، إلهي بعطش الحسين، إلهي بغربة الحسين، إلهي بوحدة الحسين، يا راد يوسف إلى يعقوب أردد إلي ولدي سالما. أخشي عليها. علي الأكبر عاجل ذلك الملعون بضربة حيدرية وجدلة، رجع إلى أبيه، أبا أبا صيد الملوك ثعالب وأرانب، وإذا برأس فصيدي الأبطال، أبا أبا هل من جائزة؟ اش تبغي يا ولدي؟ قال أنا عطشان،
ذوبتني الشمس يا أبويا، أرياقي نشفت يا أبا. يقول ادركني يا أبويا وجيب لي قطرة مية، رفرف على راسي ترى طير المنية. يا حسين يلي من تمسك بيك ما خام، ما يخيب يا مولاي، يا مقصد الوافد وظن والداحي البام. أريد قطرة ماي قلبي من العطش ذاب، غارت عيوني واظلم الوادي علي. لو تنطفي بقطرة مية نار قلبي، ما حد كفو من هالجمع يوقف بدربي. برد غليلي وعاين طرادي وحربي، لحمل على الجيمان حمل حيدري، واصرخ وخلي الخيل تتكردس على الخيل، وادع النهار من العجاج اظلم من الليل، واملي الوادي بالجثث واجري الدم سيل. عند الفجر لترك مضاربهم خلي، ضم على صدره وقال يا ابني والدمع ساب، ابشور يا عقلي جان مني طلبتك ما، وان جان قصدك ماي هذه طلبة تمحى. اللي يجيب الماي ظل جثة رمية. وحسين تقول الرواية ضمه إلى صدره ووضع لسانه على لسان ولده، صاح الأكبر وأبتاه، أراد أن يصعد على جواده. قال لي الحسين ولدي تعال، روح إلى أمك لا تموت، روح لها الخيمة. أقبل إلى الخيمة شاف أمه متمددة، أخذ راسها بين يديه في حجره، وقامت دموعها الولد الحنون تصب على ليلى، أفاقت من الغشوة. أرأسي في حجر علي، أنت ولدي مو مصدقة. قامت ساعة قبله ساعة شمه ساعة ضمه، فيك جارحة ولدي؟ لا يما، قوم امش أمامي خطوات، خلني أتزود منك. كل اللي طلعوا من الخيام ما رجعوا يا علي، خلني أتزوج من جمال رسول الله. بينما هو يمشي أمام أمه سمعت صوت الحسين ينادي ألا من ناصر، ضمت إلى صدرها، ولدي أنت غالي على أمك لكن الحسين أعز منك، هذا إمامي وسيدي. بناي ارفع رأسي عند أمي فاطمة. خرج الأكبر أراد أن يصعد على جواده، أنزله الحسين، تعال يا ولدي تعال، خذ من إيده جاب إلى وسط الأطناب. صاح زينب سكينة عاتكة رقية، هلمنا لوداع الشباب. ما أدري وإيش حالتهم لما طلعوا، ربات الخدور هذه تضمه هذه تقبله. زينب تقول خلى بالخيمة وخذ أولادي يا حسين، أخذ من إيدهم، دعنه فإنه ممسوس بذات الله، أركبه على جواد. يلا شوف الصورة وياي ونتوفق وياك إن شاء الله.
يوم تاسع باقي البقية خلاص يا مولاي. اسأل الله العود يا مولاي في حال أحسن من هالحال. أركب على جواد، أشوف الصورة، يد الحسين اليمنى على ناصية الجواد، اليد اليسرى قبض بها على شيبته البهية، ورأسه نحو السماء وشيبته تقطر من دموعه. مشى الجواد فمشى معه الحسين، هرول الجواد فهرول معه الحسين. اقترب الأكبر من المعركة، وقف الحسين، قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إلى هذا الغلام. يا ابن سعد قطعت رحمي، ما خليت عندي ولد، ما خليت عندي أحد، نزل الأكبر إلى المعركة، قلب الميمنة ميسرة، الميسرة ميمنة، القلب على الجناحين، غاص في أوساطهم، خرج من أطرافهم، أوقع فيهم مقتلة عظيمة، وهو يرتجز ويقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي، والله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف حتى ينحني، أطعنكم بالرمح حتى ينثني، ضرب غلام هاشمي عاجركم الله. بينما الأكبر يقاتل إذ برز إليه ابن العبد، جاء من خلفه رافعا سيفه وضرب الشباب على رأسه. ابو زينب ما شفته بعد الا شافه، وايش حالته؟ شافه مقطع، شافه مفصل، وضع رأسه على عنق الجواد، وجهه ناحية المخيم، يعني خذني لأبويا، وضع رأسه على عنق الجواد، سال الدم على عين الجواد، فأخذ الأكبر إلى المعركة، توسط به الميدان، هذا يضربه بالسيف، هذا يطعنه بالرمح، حتى فصلوه تفصيلا. شباك عالمهر لبى ليودين لابوه حسين عن القوم يحمي، أثار المهر للميدان فربي، وأوجب آه بموسط العسكر. يلا تحمل تحمل التفصيل. هذا يقطع بسيفة وريدة، وهذا بالخناجر فالصليدة، وهذا يغط من رمح الحديدة، بخاصرته وهو يعالج ويفخر. سقط من على جواد، صاحب حسين عليك مني السلام. أنا ما أدري وش حالة الحسين لما سمع ولده. تقول الرواية
عندما جاء إلى مصرعه ورأى الأكبر على هذا الحال رمى بنفسه من على الجواد إلى الأرض. أنت متصور وياي الصورة لولا شلون الحسين رمى بنفسه من على الجواد على الأرض وتمدد إلى جانبه علي ولدي على الدنيا بعدك العفو. يلا يلا اسمع اسمع اسمع. تقول بعض الروايات وإذا بالحسين يرى الأكبر يتبسم تارة ويبكي أخرى. ولدي كسرت قلبي، إيش فيك يا علي تتبسم تبكي؟ ما أتحمل يختلط دمك بدمعك. قال أبا أتبسم لأن جدي قد سقاني بشربة لا أظمأ بعدها أبدا، لكن هذه أمك أمامي تنظر حالك وتلطم على رأسها. حمى الله أبو يوسف عند أبيات مؤلمة، أبيات مو موجودة بديوانة، أبيات مؤلمة أبغيك تسمعها بقلبك وياي أنا بعد. وهذا يوم تاسع، يقول لي الأكبر خابت أمالي رحت يا تالي رجالي يا ابني انفطر دلالي ودم قلبي جرى يا ابني يا ابني الما شربت الماي تدري ايش عملت بحشاي قل لي عن صرعتك هاي اشل الموت متعني. اعرف كنت تحارس هالمشهد المسرع كله تحارس هالمشهد. ولن زينب من الصيوان طلعت حال هالنسوان صاحت صوت يا عطشان علي الأكبر يعذبني. تقول الرواية كانت بالخيمة مع زين العابدين تمرضى تقول لي ولدي كأني أسمع ونين من المعركة. قال عم سنديني واكشفي لي طرف الخيمة. كشفت طرف الخيمة قال عم منزل المعركة لا يموت الحسين على الأكبر. طلعت طلعت ترى زينب ما طلعت للمعركة إلا مرتين وانت ابن منابر تعرف. طلعت للحسين وطلعت لما طاح الأكبر. خلى الأكبر على الأرض معفر على التراب بس رجع إلى زينب وخي يرجع الخيمة. شم طلع النج زينب بعدنا بعدنا ويا أبيات أبو يوسف رحمة الله عليه. يقول تقل يا نور العين يا حسين تقل يا نور العين يا حسين أقسم لك بست النساوين أما تجيب الولد الحين والله ترى انزل للميادي. تقل لي يا نور العين يا حسين تقل لي يا نور العين يا حسين أقسم لك بست النساوين أما تجيب الولد الحين والله ترى انزل للميادي. أني بأروح أجيبه يعني أني بأروح أجيب الولد. قالها يا حارة وجذب حسرة قالها يا حارة وجذب حسرة يا أختي وظل عمك الزهرة أنا ابني تركت فوق غبرة أعظم علي طلعتك حسرة.
رجعها للخيمة إيدها بإيدها. دخلت زينب على باب الخيمة، التفت لها الحسين: زينب. قال: يا زينب خبري ليلى، يا زينب خبري ليلى، بجيب الولد فرشيلة وما عندي من يشيلة، بالبردة بلف ابني. رد المهجة وجمع وصالة، ولف ببردة ولادة وشالة، وجاب الخيمة تلبيها شبالة، يتخفى ولن ضجت عيالة، وسكنة بادرت وقفت قباله تقل بغربتك باشوف حاله. ما تقدرين تشوفين سكينة، أخوك ما في عضو سالم. راح الشباب، راح راح الولد، راح يا سكينة. يلا إذا ما جبنا هالأبيات أخاف الآباء اللي يسمعوني بعد ما يرضون ما يقبلون. يقل لودني يا أبويا لعمتي زينب، أراها خلها تشن جرحي، ترى ذايب حشا. قال له: يا عقلي مهجتي حكياك فراها، لازم بشيلك للخيم يا قرة العين. وشال المدلل فوق صدره وللخيم عاد، دمعايه اللي يصيح فتني فقد لولا. ومية ليلة للولد عدلي له ساد، طلعت بضجة تلطم الهامة باليد. تقول الروايات، عندنا رواية تقول: البردة اللي على الحسين لونها كان داكن، موجودة في التاريخ. يقول: لكن عندما لف بها الأكبر امتزجت بدمه. يقول: يمشي وهي تقطر من دماء ولده. مرجعنا إلى الخيمة، يلا تصور عاد. زينب على باب الخيمة تنتظر، ليلى سكينة النساء على باب الخيمة. الحسين بس شاف زينب على الباب تنتظر، قال: والله علي راح، علي راح. شافه والنبي الشابج علي راح، قعد عنده وصف جراحا على راح، وبس عاين لزينب وعلي صاح: علي راح يا زينب، علي راح. واويلاك واويلاك، انا لا مبرز لك واحدة ثانية يا ابو زينب. يوم تاسع ما نلطم على الصدور. يلا يا مولاي، شباب الا امامي عندكم مستهل، شيلوا وياي وأبغيكم تلطمون، ويا ريت بس شوية لو توقفون على أقدامكم حتى نتوفق وياكم في هذا اليوم. قرب شوية حتى تصير اللطمة واضحة ونتوفق بالدموع. الأكبر يا ليلى إيداك ما قدر تشيله، الأكبر ما قدر، مو قبول مو قبول. الأكبر يا ليلى يا ليلى ما
شدي جروح يا زينب شعب قلبي بونته بالدمع بلد غسلو هدم عن طبرته يختي شدو بهالعمامة طبرة اللي بجبهته يا علي والله قمر لكنه تكوار وغاب لأكبر الله يعودك ما قد وديع لأكبر مقدار هيجت نيران قلبي يا شبيه المصطفى ضو عيوني من بعد عينك يا ضي عين انطفى بعد كان العمر ما ريده وعلى الدنيا العفا بعد كان العمر ما ريده وعلى عفية قلبي شلون صابر كيف ما تفطر وذاب لأكبر على صدر شايل ما قد ونا ونا ما تهنيت بشبابك ريت عيشي له وأنا أقرأ وياك أضرب أضرب أتذكر هاللي يفقدون الشباب إلا دفنوهم ما تهنيت بشبابك ريت عيشي لهنا يا قصير العمر يا بني ريت يومك لادنا على الدنيا محسر وعمرك 18 سنة على الدنيا محسر وعمرك 8 عفية قلبي شلون صابر كيف ما تفطر وذاب لأكبر يا ليل ما أقدر الله يعودكم ويحفظ شبابكم لأكبر ما جف دمع ليلة من الحسرة وتقلب بالجروح حايرة وتصيح يا بني ضيعتني وين اروح يا علي جان يا ابني تروح روحك روحي وياها تروح جان يا ابني تروح روحك روحي وياها تروح نومتك ذوبت قلبي وراس ابوك حسين شاب لأكبر لأكبر جذب حسرة وعاين أمه وقال صبر الأمر فات جذب حسرة وعاين أمه وقال صبر الأمر فات وزينب تنادي سالم يا ملاد الضيعات هاللي دمعة وشبح ليها وغربت عينه مات هاللي دمعة شبح ليها وغربت عينه مات قام أبوه حسين ودموعة تصب صب السحاب لأكبر الله الله مات لأكبر علي راح يا زينب علي راح علي راح أبغى
ابغي اسمع ونتكم صوتك. علي راح يا زينب، علي راح